هنا المجتمع المدني مرة أخرى يحاول أن يمسك بزمام المقترحات العملية الناجعة من خلال ورشة عمل هي الثانية من نوعها، دعي إليها عدد من الإدارات وبمشاركة جامعيين وباحثين لوضع المنظومة القانونية لإحكام التصرف في النفايات تحت مجهر الإصلاح، من ناحية أنه لا يمكن لأي طرف أن يرمي المسؤولية على طرف آخر. هات نشوفوا القوانين شنو اللي موجود فيها وشنو اللي نجم يكون معناها محل تفسير أو محل نظر أو محل مراجعة أو محل تنقيح، شنو اللي ناقص باش نجمو نضيفوه ونقترحوه. نحن كنا علاش لا نكونوا سلطة اقتراح. احنا في الحقيقة مصدومين بالوضع اللي نعيشوه، قصف الجهة صفاقس استمر أكثر من 50 سنة للسياب والبخارة، الآن الهائنا بمشكلة الفضلات. راهو نحب نقولوا كلمتنا للسلطات المركزية، راهو آن الأوان باش تراجع حساباتها تجاه الجهة وبقية جهات الجنوب. ثغرات قانونية وقوانين ظلت حبرا على ورق وعدم ملائمة بعض القوانين للواقع، خلاصة قراءة قانونية لأزمة النفايات في صفاقس التي طال أمدها. تلقى في بعض الأحيان إجراءات وكذلك نصوص موجودة بدون تطبيق. ثاني شيء ثغرات جاية من خلال أو إما تغيير وضع أو كذلك نقائص ما تم إقراره من إجراءات وغيرها في الماضي. مثلا عندك نصوص من سنة 1996 ولا 95 اللي هي ما زالت ما تنقحتش ولا تنقحت سنة في مطلع السنوات 2000، نحتاج إلى أكثر من هذا. يعني عندك 20 سنة وما زلت ما نقحتش النصوص هذه، فتحتاج إلى أكثر من هذا. ثم ثانيا عندك مجلة جماعات محلية اللي هي في نصوصها وفي أحكامها فيها شيء من عدم التناسق مع النصوص القانونية الأخرى. لقاء تفاعل فيه الواقع مع النصوص والإدارة للخروج بمقترح يحترم خصوصية الجهة ومشاكلها ومنسجم مع نظريات دولة القانون والمؤسسات.